كما سمعنا هكذا رأينا. عارفين دي معناها ايه؟ الجيل ده يقول نفس الآية دي. يعني احنا واحنا شباب صغيرين كانوا يعلمونا عصور الاضطهاد. انا فاكر لما كنت في اعدادي في مدارس الاحد عملنا بحث عن عصور الاضطهاد في الكنيسة، ويعلمونا العصر الروماني وعصر البدع والعصر اللي دخل فيه العرب والاضطهاد في كل جيل من دول. بعدين شفنا بعنينا في حياتنا، شفنا في يعني عشرات السنين اللي فاتت آخر 30-40 سنة، ما احنا شفنا. فبيقول كما سمعنا هكذا ايه رأينا، ما حدش قال لنا. يعني اللي قال لنا كنا فاكرينه تاريخ، لا التاريخ عايش. وشفنا ايه وسمعنا ايه؟ ان في اضطهاد وفي ضغط وفي شدة، وفي ناس بتتقتل فعلا تستشهد، وفي كنائس بتتحرق، وفي زمن بيبقى قاسي وفي ايد ربنا، وفي كنيسة بتنمو، وفي مؤمنين بيزدادوا ايمان، وفي خدمة بتزيد مش بتقل. فاللي قاله لنا زمان شفناه بعنين في كل الاجيال كده، كما سمعنا هكذا رأينا. زي واحد مرة بيقول لي طول عمري اسمع وعظات عن التجارب، واقول الحمد لله ما عنديش من الكلام ده خالص. وبعدين جات لي تجربة شديدة، حادثة صعبة، ولقيت كل اللي كنت بسمعه بيحصل، انه على قد ما التجربة جديدة قوي على قد ما في منفذ، وان ربنا بيطبطب، وفي فوائد روحية، في قرب من ربنا، في صلوات حارة، في حكمة، في تواضع، في نعمة، في مكسب كبير قوي في الآخر. فقال كل اللي كنت بسمعه كنت بحس انه كلام نظري. وبعدين قال يوم ايه؟ كما سمعنا هكذا رأينا. يعني اللي سمعناه شفناه بعنينا، ما بقاش وعظ وكلام،